هدايا مغار. حل الربيع ففرح بمقدمه أهل عين زعطوط ببسكرة ثفسكن تفسوث، تظاهرة من عمق التراث الشاوي بادرت جمعية محلية إلى إقامتها لأول مرة في عين زعطوط النائمة عند سفح جبل أرش مضاس. إمران شنين شباب يسمان ملاي مدى مجيني ثرخستي دنوعة بربي إن شاء الله نولي كل أسقوس انتقي تم تري البلد يا غنثعون نمعون هاتني كتا الدعاة طورتنا فرح كل قضية مالو جديد هامي الآن كلش سمازيغ. ربيع المنطقة بالأمس كان مخضراً زاهياً يعيشه الأهالي بقلوب مزهرة، ربيع يرثيه الكبار بعد أن أتى الجفاف على الأخضر واليابس. زي كي لا الحشيش هذه اللي در ربيع اللي كل شيء كل مكان أنا قرتي جوفين الحشيش رباني شغيد الدوي. ربيع الأمس كان أيضاً مزرقش الألوان، ألوان الطبيعة وألوان ألبسة الأطفال والنساء وهم منتشرون عبر الأرجاء. تذكرك لون في الحشيش نقرص مغرس غير أثافن خمل انتي دي سدنان والنثاء أزهر جنتي دي سدمين حد يويد زيمبا حد يويد أزير حد دي صغارن رهو انتي تغنان هاي ثراني تعالى يا نهالة براق تمشالا هادنا قواي تفسد سلخاي تفسكن تفسوث أرادها شباب عين زعطوط نشاطا يؤسس لفعاليات أخرى تنفض الغبار عن موروث المنطقة وبعث التنمية فيها.